الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كان عليك مبارك. في الحقيقة في هالعجالة أحب أنبه لقضية: أغلب أخطار السيول دائما تساهل المواطن في إجراءات السلامة. الشيء الثاني الثقة الزائدة، يجب عليك الحذر، يكون الحذر أكثر في مثل هالسيول أو زيادة منسوب الأمطار. يجب علينا أن نتجنب دائما المجال السيول إلى ينتهي المطر، تنتهي مناطق السيول، يخف السيل، بعدها نقدر نطلع ونتفرج ونفرج أهلنا وأطفالنا. الشيء الثاني، الأطفال مثل ما تشوفون أحيانا يكون على جال السيل وفي تهاون من ولي الأمر، يجب عليك أنك تكون حذر أول من يبكي عليه أنت، فيجب عليك أنك تكون حذر. حتى لو اتهموك أنك خايف على الولد ما في مشكلة، لكن في النهاية أنت الكسبان.